الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نتناول سويا المحاضرة السابعة في مقرر Visual Basic .NET 2008. أخذنا قبل كده الويندوز أبليكيشنز، تطبيقات الويندوز، وشفت إن إحنا بيكون في عندنا فورم شاشة وبنحط فيها كنترولز أدوات، وخدنا من أشهر الأدوات البوتن، الزرار والليبل، العنوان والتكست بوكس، وشفنا مع بعض إزاي إن إحنا بنشتغل عليهم. عملنا برنامج جمع رقمين، وشفنا إن إحنا حطينا 2 تكست بوكس عشان اليوزر يدخل فيهم، المستخدم يدخل فيهم الأرقام اللي عايز يجمعها، وزرار اسمه حساب، وفي ليبل تحت اللي بنحط فيه الريزلت، وبمجرد ما يدوس على زرار حساب بيحسب له القيمة بتاعت الليبل 3 التكست اللي جواها عن طريق مجموع القيمتين اللي دخلهم المستخدم. وعرفنا ان كل اوبجكت او كل كنترول بيكون له خصائص بروبرتيز. عن طريق البروبرتيز دي اما ان احنا نغيرها عن طريق F4 من الشاشة اللي قدامنا دي، او ان احنا نغيرها عن طريق الكود زي ما شفنا مع بعض، زي الحدث بتاع الزرار لما الايفنت بتاع الكليك بتاع البوتون، لما قلنا ان التكست بتاعت الليبل 3 اللي هو كان تحت الزرار بيساوي قيمه الفاليو بتاعت التكست 1 بوكس، التكست بوكس 1 دوت تكست زائد الفاليو بتاعت التكست بوكس 2 دوت تكست. لو عايزين نغير مكان، عملنا برنامج لتغيير مكان الزرار عند الوقوف عليه، وعرفنا كنا بنقف هنا يروح محرك الزرار، وعرفنا ان احنا قدرنا نشتغل مع البروبرتي بتاع الدوت ليفت اللي هي بتغير لي المكان بتاع الزرار، وطبعا لو عايز اغيره راسيا يبقى دوت توب. وعرفنا برنامج تاني، عملنا برنامج لمحاورة المستخدم يقول له هل أنت شخص مجتهد، يجي يقف على نعم يبقى تبقى لا، لا تبقى نعم. وشفنا إن إحنا قدرنا نغير في البروبرتيز اللي هي الخصائص بتاعة التكست اللي موجودة على البوتوم بمجرد ما المستخدم يقف بالماوس بس على الزرار مش يدوس عليه. عملنا برنامج لإجراء عمليات حسابية بيديله رقمين ويجمع ويطرح ويقسم ويضرب، وعرفنا بيطلع الريزلت هنا، وعرفنا ان احنا ممكن ندي الزراير الكتابة اللي عليها بالكود، يعني بدل ما هنغير البروبرتس الكتابات اللي على الزراير دي كده من المربع اللي بيظهر في الجنب عن طريق F4، لا انا ممكن اغيره بالكود. وشفنا ان احنا مع كل زرار حطينا له الاكشن الخاص بيه، وطبعا عرفنا ان احنا الافضل نعرف العناصر بتاعتنا بتعريف كويس، يعني الزراير اللي كانت عندنا سميناها اد بوتون، مالتي بوتون، ديفايد بوتون، سب بوتون. خدنا برنامج لتحديد طول الكلمة وقلب حروفها بحيث لو ادينا له عاطف عراقي يروح مطلع لي ان الطول 9 ويقلب لي الكلمة بتاعتها. خدنا دالة اسمها لين بتجيب لي طول اي سترينج اي نص، وعرفنا ان احنا عن طريق ازاي لو عايزين نقلب نعمل ريفيرس للجملة دي، عملنا جملة بسيطة جدا عن طريق فور ونكست، وخدنا الدالة بتاعت ميد اللي بتجيب لي عدد من الحروف من داخل النص. عملنا برنامج بعد كده لإجراء العمليات الحسابية بدون أزرار، وعرفنا الرقم الأول ورقم الثاني، واستخدمنا كنترول جديد اللي هو الكومبو بوكس اللي هو مربع السرد، بحط الايتمز بتاعتي جواه، وقدرنا ان احنا عن طريق خاصية او الايفنت بتاع السيلكتد اندكس تشينجد، بحيث مجرد ما اليوزر ما المستخدم يغير الكتابة من ضرب الاسم او من اسم الكذا، عملنا سيلكت كيس على الكتابة بتاعت الكومبو بوكس، وفي كل حالة من الحالات بتاعتنا قدرنا ان احنا نحط الاكشن المناسب ليها، بحيث لو اختار اليوزر مستخدم كلمة اضافة هو الراجل هيعمل ايه، هيكتب له ان الرقم الاول زائد الرقم الثاني بيساوي مجموعهم، ولو طرح الطرح بتاعهم او الضرب بتاعهم او الاسم بتاعتهم. واخدنا برنامج آلة حاسبة زي بتاع الويندوز، وشفنا ان احنا عملنا آلة حاسبة ظريفة كان فيها بعض الامكانيات الكويسة بحيث ان هي بتقدر تجمع وتطرح وتعمل عمليات مختلفة، وحطينا عملنا سب روتين اسمه Operation Execute، وده اللي بينفذ لنا سواء كان الاكشن بتاعي Add او Subtract
او مالت او ديفايد، ويعرفنا ان السبروتين ده بننده من كذا مكان. فطبعا بدل ما نكرر الاوبريشن بنعملها في سبروتين وننده عليها فقط من المكان الجديد بتاعها. عايزين ناخد مع بعض برامج اكثر عمقا نتعرض فيها لكنترولز اكتر. عايزين نعمل برنامج ساعه ميقاتيه، ساعه ميقاتيه ستوب ووتش. تعال نشوف مع بعض. ندخل على الدوت نت، هنقوله فايل نيو بروجكت، هنسميه ستوب ووتش. اول حاجه هنغير الكتابه بتاعت فورم 1، هنسميها ستوب ووتش. احنا محتاجين ايه؟ تعالوا نشوف حضرتك مع بعض. ببساطه جدا احنا محتاجين ليبل يظهر لي فيه التايم، ومحتاجين زرار كمان زرار كمان زرار، ثلاث زراير هنختارهم كلهم، وعن طريق F4 هنغير الفونت بتاعهم، هنخليه 12 ونخليه بولد. طيب الليبل ده هنظهر فيه التايم والبوتون ده. تعال نشوف البوتون ده، هنخلي حتى الاسامي بتاعتنا بالانجليزي، ممكن نغرب العربي مفيش اي مشكله خالص عندنا. هنخلي التكست بتاعتنا هنا ستارت ستوب، ريسيت. طبعا واضح ان الثلاث زراير دول محتاجين يطولوا شويه مع بعض. طيب كويس، تعالوا بقى حضراتكم نشوف، نزود الفونت بتاع الليبل اللي فوق ده نخليه 20. احنا محتاجين دلوقتي، تعال نشغل كده ستارت ستوب ريسيت، مفيش اي حاجه. لان انا لسه ما عملتش اكشن. انا ايه الاكشن عايز اعمله؟ عايز لما ادوس ستارت يشغل ستوب ووتش. طبعا في كنترول مهم جدا لازم نستخدمه، هنلاقيه موجود في الكومبوننتس مش في الكومن كنترولز، حاجه اسمها تايمر. حطينا تايمر اللي هو سماه تايمر 1. دلوقتي عايزين نشوف التايمر ده هنشتغل معاه ازاي. تعالوا حضرتك نشوف مع بعض. هندوس اف 4. التايمر في حاجه اسمها انترفل. يعني هو ايه فكره التايمر؟ لو دوسنا عليه دبل كليك هيجيب لي اكشن اسمه تايمر 1 اندر سكور تك. يعني هو التايمر ده بحط هنا في السب روتين ده الاحداث اللي هتحصل كل تايم معين، والتايم ده اللي انا قايله له هنا هو في الانترفل، والانترفل ده بيكون بالملي سكند. يعني انا لو جيت هنا قلت له ان دي كده 1000، 1000 معناها 1000 ملي سكند، يعني كل سكند. طيب احنا عايزين ايه؟ تعال نشوف حضراتكم ايه اللي احنا عايزينه. اول حاجه عايز لما ادوس ستارت يشغل لي الليبل، وادوس ستوب يوقف، ادوس ستارت يشغل التايمر، ادوس ستوب يوقف التايمر. طب التايمر المفروض يعمل لي ايه؟ تعالوا فوق خالص كده هنعرف، هنقول ديم تي 1 as integer، هنعرف متغير public. خد بالك كنا في الحته دي قبل كده، متغير public اسمه تي 1. هو كل ما يعدي على السبروتين ده اللي هي كل ثانيه هقول له تي 1 بتساوي تي 1 زائد 1، بحيث ان هو كده عمل ايه؟ هو بيعدي هنا كل ثانيه، ما دام بيعدي كل ثانيه يبقى هقول له تي 1 بتساوي تي 1 زائد 1، يبقى تي 1 دي هيتخزن فيها عدد الثواني اللي شغال. طيب كلام كويس جدا. هاجي بقى اقول له هنا، طبعا ممكن احنا بسهوله جدا نغير الاسماء عشان تبقى الاسماء كويسه، هنسمي ده سكرين ليبل،
وده ستارت بوتون، وده ستوب بوتون، وده ريسيت بوتون. تعالوا بقى حضرتك ونشوف. احنا بعد ما زودنا التايم واحد هنيجي نقول له ان السكرين ليبل دوت تكست مفروض تساوي تي 1. طبعا في ملحوظه احنا عارفينها، هذه قابلنا ايرور ان تي 1 ده انتجر والتكست دي سترينج، يبقى لازم نحط قبل منها كلمه سترينج. طيب كلام كويس، لو شغلنا البرنامج كده مش هيعمل حاجه، مفيش حاجه. طيب ليه بقى؟ لان المفروض ان احنا اول حاجه نشغل برنامج، نشغل التايمر، ومفروض هنا في البدايه خالص نخلي الليبل بتاعنا هو الزيرو، الكتابه بتاعت الليبل دي تبقى زيرو. كويس، لما اجي ادوس على ستارت هنقول له ان التايمر 1 دوت انيبلد بتساوي ترو، يعني شغل التايمر. كويس، لما ادوس على ستوب هقول له ان تايمر 1 دوت انيبلد بتساوي فولس. طيب لو دوسنا على ريسيت، الريسيت معناه انه يبدا عادي من اول وجديد، يبقى نخلي تي 1 تساوي 0 ببساطه جدا، وكده البرنامج بتاعنا خلص. تعالوا نشغله، دوس ستارت، شغال كويس، ستوب، وقف، ستارت تاني، بدأ يكمل، ريسيت، بدأ يعد من أول وجديد. كلام بسيط جدا. طيب البرنامج ده بيطلع لي كل ثانية، نفهم البرنامج فكرته. احنا حطينا تايمر، وصفنا متغير فوق بابليك اسمه تي 1، وخلينا ان التايمر ده قلنا ان هو بيعدي عليه كل 1000 ملي سكند، يعني كل ثانيه، فحطيت له ان تي 1 بتساوي تي 1 زائد 1، يبقى كل هيعد كل ثانيه يعدها يزود لي تي 1 بواحد، ويحط لي القيمه بتاعت التي 1 على السكرين. الستوب ووتش اللي انا عملته ده الدقه بتاعته 1 ثانيه، لا انا عايز اعمل ستوب ووتش الدقه بتاعته 1 من 10 من الثانيه عادي. الفارق الوحيد او الفرق الفروق البسيطه ان انا هاجي على التايمر في الديزاين واخلي الانترفل بتاعته بدل ما هي 1000 تبقى 100، يبقى المفروض ان هو هيشغل لي، هيعدي على الاكشن ده كل قد ايه؟ كل واحد من 10 من الثانيه، كل واحد من 10 من الثانيه من الثانيه. طبعا هينتج عن ذلك ان تي 1، ان تي 1 ممكن نخليها زائد بوينت 1 مش زائد واحد بقى، لانه هيعدي هنا كل واحد من 10 من الثانيه، يبقى المفروض يطلع وما يبقاش انتجر بقى، يبقى ديسيمال. تعالوا نشغل كده، ريسيت، ستوب، ستارت، ستوب، ستارت، ريسيت، يبقى شغال كل واحد من 10 من الثانية. طب افرضوا بقى ان احنا حبينا نخليه كل واحد من 100 من الثانية، عادي هنيجي على التايمر ونغير البروبرز بتاعته نخليها 10، ونيجي على الاكشن بتاعها نخليه ما دام 10 بكل 10 من 100 من الثانية، يبقى نخليه يمشي لي يزود لي يعني هيلف هنا كل واحد من 100 من الثانية. تعالوا نشغل، ريسيت، ستارت، يبقى ده برنامج شغال ستوب ووتش شغال كويس جدا. زي ما شفنا مع بعض دلوقتي ان انا غيرت عدد الديجيتس اللي هي الدقه بتاعتي. طيب انا عايز اعمل البرنامج بتاعي يكون حاجه عامه بحيث ان اقدر اتحكم في الدقه بتاعتي، سهله جدا. ممكن اروح جاي في حاجه كنترول تاني ممكن نستخدمه اسمه نيوميريك اب داون،
اتحكم في الدقة اللي انا عايزها. تعالوا نحط كده حضراتكم، هنصغره شوية وهنحط هنا ليبل جنبها. ونخلي الليبل، نغير الرولز بتاعته، نزود الفونت بتاعه شوية، نخليه مثلا 12، ونخلي الكتابة بتاعته الدقة وزي ما اتعودنا رايت تو ليفت. ممكن كمان نزود الفونت شوية بتاع النيوميريك بوتون داون، تعال كده نشغل ونشوف ايه اللي هيحصل. طيب عرفنا النيوميريك ده بيقعد يزود لي رقم او يقلله، كلام كويس جدا. ازاي بقى هنستغل هذا الرقم؟ يعني ازاي ان احنا هنربط الشغل بتاعنا بالرقم اللي موجود هنا؟ واضح طبعا حضراتكم ان انا لو الدقة بتاعتي، طبعا ممكن اخلي دي الدقة، ممكن اخليها عدد الخانات العشرية. لو الدقة هنا زيرو، تعالوا ندوس هنا دبل كليك ونشوف. ادي الاكشن الشهير بالنسبة له اللي هو value changed. هنخلي اول ما يشغل الستوب ووتش يخلي النيوميريك بوتون داون دي دوت فاليو بزيرو. دي اول حاجه. طيب ونخلي ان التايمر 1 دوت انترفال بتساوي 1000. دي في أول تشغيلة ليا. طيب لما يجي واحد يدوس هنا ويغير الفاليو دي، خليها واحد أو اتنين أو تلاتة، طبعا هنختفي احنا لغاية تلاتة. طيب ممكن نعمل حاجة بسيطة جدا، نقول له select case حسب النيوميريك 1 داون دوت فاليو. لو الكيس بتاعتنا كانت زيرو يخلي ان التايمر 1 دوت انترفال بتساوي 1000. الكيس اللي بعد كده لو هي بواحد يخلي لي تايمر 1 دوت انترفال بتساوي 100. كيس 2 يخلي لي تايمر 1 دوت انترفال بتساوي 10. لو كيس 3 هيخلي لي تايمر 1 دوت انترفال بتساوي 1. يبقى ده اول فرق عندنا، ان انا اظبط التايمر بتاعي حسب القيمة الاخرى. طيب في حاجة تانية هتتغير؟ في حاجة مهمة هتتغير هنا لما التي 1 بتساوي تي 1 زائد 1 من 100. هل دي دايما 1 من 100؟ لا، ده لو كانت بواحد 1 من 10 يبقى ممكن نحط هنا كيس، سيلكت كيس اخرى، سيلكت كيس اخرى تبعا برضه للكاونتر للنيوميريك اب داون فاليو. هنقول له لو كيس 0 يبقى المفروض تي 1 بتساوي تي 1 زائد 1. لو كيس 1 يبقى تي 1 زائد 1 من 100. لو الكيس 2 تبقى زائد 1 من 10، 1 من 100. كيس 3 تبقى 1 من 1000. ده كده نبقى احنا خلينا الشغل بتاعنا
جنرال عام، بحيث لو شغلنا الستوب واتش بتاعتنا نيجي نقول له ستارت شغال بالثانية. تعال نزود دي نخليها واحد، اهو شغال برقم ديجيت واحد اتنين تلاتة. ناخد بالنا لما بننزل لما بنطلع بيغير، لكن لما بننزل شغال اهو. ريسيت واضح ان الرقم ده محتاج تظبيط. يبقى دلوقتي شفنا فكرة جميلة جدا اللي احنا عملناها، ان احنا خلانا يشتغل ستارت يشتغل بدقة 0 سكند، 1/10 من الثانية، 1 من 100، 1 من 1000 حسب ما احنا عايزين، وستوب شغالة ورست شغالة معانا كمان بدون ادنى مشاكل. طيب ممكن نطور البرنامج بتاعنا ده كمان بحيث ان هو يبقى افضل. طبعا هي ان هو كان بيعلق دي ممكن ان احنا نتغلب عليها، ان كل ما نغير ان احنا كل ما يغير التايمر النيوميريك فاليو نروح مخليين ان السكرين تكست فاضيه الاول. نخلي السكرين تكست فاضيه بحيث كاننا فضيناها. هنشغل كده ستارت واضح ان احنا ممكن نتتبع المشكلة ان احنا نقف. المشكلة بسيطة جدا، مشكلة بسيطة هي ان احنا كده شغالين 3 ديجيت، هو كده تي 1 عمال يغير في دول، وده اللي كان باقي من قبل كده. ازاي يعني؟ تعالى حضرتك نقف هنا كده، هو واقف هنا. تعال نشوف قيمة تي 1 ده بكام. قيمة تي 1 فيها خانة رابعة، فيها خانة رابعة، فاحنا ممكن ندخل هنا، ممكن ندخل هنا ونقرب التي 1 للرقم الصحيح. نقرب يعني هنا ممكن نقرب تي 1، هنقول له تي 1 بتساوي راوند راوند تي 1. راوند دي بتقرب، ممكن نخليها فيكس. فيكس فيكس تي 1. تعالوا نشغل كهربا بس على الرقم الواحد الصحيح. كده شغال، هنيجي حضراتكم نفس الجملة دي نحطها مع الكيس 1، بس هنضرب هنا في 10 ونقسم بره على 10 عشان اقرب. وبعد ما اقرب يعني واخدين بالنا، يعني لو هي لو انا شغال بدقة 1/10، لو شغال بدقة 1/10 يبقى المفروض ان هو هيروح. طبعا الجملة دي كان ممكن ما نحطهاش مع كل لفة، انا هحطها بس مع التغيير بتاع الاندكس، يعني مع التغيير بتاع الاندكس. يعني ممكن ناخد دي كده من هنا ونحطها مع التغيير بتاع الاندكس، بحيث هو بيغير الاندكس يقرب لي التي، يقرب لي التي. ناخد برضو الجملة دي هنا، بحيث احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ ناخد بالنا احنا دلوقتي بنعمل ايه؟ عايزين لما احنا
لما المستخدم يغير القيمة بتاعة الاندكس اللي هو بيحدد لي الاكيورسي، يروح عامل تقريب للتي 1. يعني شفنا واحنا عاملين نزود الاكيورسي شغالة كويس، لما جينا نقل ساب لي الدقة اللي اعلى مني لانها لسه موجودة، فانا عايز اقرب. نفس الكلام ده هنعمله هنا، بس نضرب في 100 ونقسم على 100. نفس الكلام موجود هنا، هنضرب في 100 في 1000 ونقسم على 1000. تعال حضرتك نشغل كده ونشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. واضح ان هو اشتغل كويس الحمد لله. بس واضح. بيطلع لي الدقة بتاعتي. في مشكلة أخرى، لو أنا ضغطت كده 4 5 6 7، فمفروض إن هو ما يعلاش. فبسيطة جدا ممكن نعملها ببساطة، إن إحنا نيجي هنا في حاجة اسمها كيس إلس، ما سوى ذلك. نعمل إيه؟ ممكن نخلي النيوميريك أب داون فاليو بتاعتنا بـ3، هي أقصى حاجة ليها هي الـ3، ونخلي نحط فيها الاكشن بتاع الـ3 بس، بحيث ان لو اي يوزر زود عن 3 هي اخرها 3. ستارت يزود مهما يزود مفيش، مش شغال معاه، هو اخره 3. لانك قلت له كيس إلس، يعني لو زود، لو لقيت ان الفاليو بتاعتنا اللي داخله للنيوميريك اب داون اكبر غير 0 1 2 3، خليها ب3 واعمل نفس الاكشن بتاع الـ3. طيب لو حبينا نطور هذا البرنامج، لو حبينا نطور هذا البرنامج ونخليه يطلع لي الاوقات اللي انا بعمل فيها ستارت وستوب، ستارت وستوب، يعني انا بعمل ستوب ووتش تراكمي، يقعد يجمع ويطلع وينزل. تعال نشوف حضراتكم ازاي نعمل الكلام ده. طبعا عشان اطبع دلوقتي انا محتاج اطبع كذا قيمه، يعني محتاج ان انا اشغل برنامج اول. لو انا دوست ستوب وجيت دوست ستارت ثم ستوب ثم ستارت ستوب ستارت، فانا عايز يقول لي انت دوست ستوب امتى وبديت امتى وكده. طيب بسهوله جدا ان انا دلوقتي عايز اطبع قيم، مش قيمه واحده. لو قيمه واحده كنت حطيت تكست بوكس او ليبل، لا، انا في عندي هنا حاجه اسمها ليست بوكس. ليست بوكس ده يقدر يعرض لي قيم كتيره مش قيمه واحده، قيم كتيره مش قيمه واحده. هنزود الفونت بتاعه نخليه 10. طيب ايه اللي احنا محتاجينه؟ الليست بوكس ده ايه اللي بتخزن جواه؟ التكست بتاعه لو تكست؟ لا، انا هاجي على ستارت في الاكشن بتاع ستارت وهقول له، طبعا ممكن ندوس هنا اف 4 ونغير النيم بتاعه، هنسميه سكرين ليست. هنخلينا ندوس ستارت هنقول له سكرين ليست دوت ايتمز دوت اد، ضيف لي عنصر جديد. ايه العنصر اللي هيضيفه؟ هنكتب له start at ونحط t1 ك string. طيب هناخد كوبي من الجملة دي. لو دوسنا stop هنيجي بره برضه نقول له ضيف لي عنصر جديد في السكرين ليست اسمها stopped أو stop at التايم الفلاني. تعالوا نشغل كده حضراتكم. يبقى الحاجة الجديدة اللي احنا خدناها دلوقتي ان احنا حطينا ليست بوكس،
والسليست بوكس ده بنحطه لما نحوز نطبع عدة قيم، لما نحوز عدة قيم مش قيمة واحدة. وبنيجي لما دوست على زرار الستارت ضفت ايتم جديد دوت سكرين ليست دوت ايتمز دوت اد، وكتبت له الجمله اللي انا عايز اضيفها، ونفس الكلام لما اعوز اوقف برضو بيضيف جمله جديده في الليست بتاعتي. تعالوا نشغل كده حضراتكم، هنزود لكم نخليها 200، نقول له ستارت ستوب ستارت ستوب ستارت ستوب ستارت ستوب ستارت ستوب ستارت ستوب ستارت. الميزه طبعا في نوع بقى ليست، يعني لو قعدت لو القيم مش على قد اللي ظهر قدامي بس، لا ده انا لو شغلت فتره طويله وقعدت ستوب ستارت ستوب ستارت هيطلع لي كل الاوقات اللي انا شغلت فيها ووقفت فيها موجوده قدامي. طبعا ده بيكون ظريف جدا لو انا عايز اعرض قيم كتيرة على الشاشة بحيث يقدر اليوزر ان هو يشوف القيم اللي عايزه اللي عايزها منه. وطبعا بقدر ازود الدقة وهيطبع لي بالدقة الجديدة اللي انا حاطط عليها. واضح طبعا ان كده البرنامج قدرنا ان احنا نعمل فيه حاجات كتيرة. شفنا من بعض التايمر بيشتغل ازاي، الكاونتر النيوميريك اب داون اللي هو الكاونتر اللي بيعد لي عداد، وشفنا السكرين ليست بنقدر ان احنا نشتغل معاها ونضيف لها ايتمز ازاي. نكتفي بهذا المقدار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.